هلاقي في المطار اللي سلمني جواز سفر مصري باسم احمد العليلي. كويس قوي، هتعمل ايه بقى يا استاذ احمد؟ هركب الطياره لمصر. ايه رايك في المفاجاه الحلوه اللي حصلت؟ شاك يا مصطفى بيه. ما ردتش على سؤالي. انا بس كنت عايز اشتري شويه هدايا. مفيش وقت للكلام ده. انت تكتب لنا انت عايز ايه ومنين بالظبط واحنا نجيبه لك. انتوا ايه اللي بتعملوه معايا ده؟ شوف انت اهم في الموضوع، اذا كنت عايز تجيب الهدايا من هنا نجيبها لك من هنا، من روما نجيبها من روما. اهم شيء تكتب المقاسات بالظبط والالوان، ولما توصل مصر بالف سلامه هتلاقي كل طلباتك في انتظارك. انا في حاجه عايز اقولها لك يا مصطفى بيه. خير؟ انا حاسس زي ما تكونوا عايشين معايا، عارفين كل حاجه انا بفكر فيها. ممكن نراجع الخطه سوا؟ يا ريت. قول، انا سامعك اهو. انا هطير بكره لروما، واول ما اوصل مطار روما هفضل في الترانزيت. وبعد ساعه بالظبط من وصول الطياره هدخل دوره الميه. في دوره الميه هلاقي واحد واقف يغسل ايديه وحاطط جنبه شنطه اوراق زي بتاعتي بالظبط بس لونها بني. هبدا اقلع البلط والكاسكات. هو هياخد شنطتي لما يخلص ويخرج. وفي الشنطة التانية هلاقي باسبور فرنساوي وتذاكر الطيارة. لكن انت ما قلتليش يا مصطفى بيه. خير؟ الباسبور الفرنساوي ده ايه؟ دانيال مارتان. مش قلتلك ايه؟ مش قلت لك انكم مذاكريني؟ انت بتقول كده ليه؟ لان اسم دانيال مارتان ده اسم من اسمائي في مصر. بقول ايه، مش نكمل احسن؟ حاضر. بعد ما ادخل دوره الميه هغير فورمه شعري، هلزق الشنب، والبس النضاره اللي سيادتك اديتها لي، واقلب البلطو واحطه على ايدي. واخرج من دوره الميه على البوابه بتاعه الطياره اللي قايمه لباريس بعد 45 دقيقه. في مطار باريس هلاقي عربية ستيشن واجن لونها أزرق ونمرتها 63-63. هسأل السواق إن كان ممكن يوديني مونمارتر، هيقول لي إن لندن أقرب، أركب معاها. وبعدين؟ العربية هتاخدني من باريس لنيس في جنوب فرنسا. هوصل نيس تاني يوم الفجر، وسيادتك قلت لي إني أقدر أقعد فيها كام يوم أستريح فيهم. دي أجازة من حقك تقضيها في أي مكان يعجبك. ما أعتقدش إني هقدر أستنى. والله زي ما تحب. هركب الطيارة من نيس لمدريد في أسبانيا. في أسبانيا هلاقي في المطار اللي سلمني جواز سفر مصري باسم أحمد العليلي. كويس قوي، هتعمل إيه بقى يا أستاذ أحمد؟ هركب الطيارة لمصر. إيه؟ مالك؟ زي ما أكون سافرت فعلاً. مصر وحشتني قوي قوي.